بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله وقوته راح نتناول الوحدة الرابعة من منهج سوبر جول 4-4 الخاص بالصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني. في هذه الوحدة بإذن الله، والتي يعنونك بـ It is going to be fun، سوف يكون الأمر ممتعا، نرى أنها تتحدث عن المتعة من ناحية السفر والتنقل والترحال. لو شفنا الأهداف العامة لهذه الوحدة في كتاب المعلم بالنسبة للفوكابولري المفردات، فكانت من ضمن الأهداف vacation activities الأنشطة التي نمارسها أثناء السفر، travel destinations وجهات السفر المختلفة، clothes and travel items اللي هي الملابس والأشياء التي نستخدمها أثناء السفر. في functions الأهداف الأساسية ask about and describe vacations السؤال ووصف الرحلات، plan a vacation التخطيط لرحلة. في جزئية الجرامر جزئية القاعدة راح نتكلم بإذن الله عن the future we'd be going to المستقبل باستخدام be going to، من ناحية الaffirmative الجمل المثبتة، النيجاتيف الجمل المنفية، وكذلك اليس والنو questions أسئلة اليس والنو، كذلك الجمل القصيرة الإجابات القصيرة short answers. كذلك عندي الجزئية الثانية في القاعدة اللي هي information questions الأسئلة اللي يسمونها المعلومات التي يريد بها بعض المعلومات من المتحدث أو الذي يتحدث معه. كذلك راح نأخذ position of adjectives موقع الصفة، وراح نأخذ في form meaning and function adverbs of manner اللي هي الأحوال. بعد ذلك راح ناخذ listening جزئيه الاستماع، راح ناخذ listen to vacation plans for specific information، راح نسمع بعض الخطط لاحدى الرحلات وراح نشوف الحلول التمارين فيها، the pronunciation راح نشوف نطق ال أ وال أ، كذلك في reading راح نشوف the stones of العلا اللي هي احجار العلا وجبالها، writing في جزئيه الكتابه، write an email describing a place you know or would you like to visit، راح نكتب بإذن الله إيميل لمكان سبق لزيارته، أو كذلك أريد طبعا زيارته في المستقبل. في البروجكت present a vacation plan، في البروجكت راح نظهر خطة لسفر وراح نتناقش فيها راح نبرزها في المستند إن شاء الله. والآن ننتقل للوحدة نفسها. فالوحدة تبدي عندي من listen and discuss كالعادة اللي هي رقم واحد جزئية الاستماع والمناقشة. بدأت بسؤال what kind of vacation do you prefer؟ ما هو نوع العطلة الذي تفضله؟ check the adjectives and discuss with a partner، قم بمراجعة الصفات هنا ومناقشتها مع زميلك في الصف. طبعا راح يتم اختيار الإجازة التي يريدها الطالب أو يفضلها بناء على هذه الصفات الموجودة هنا. قمت بجمع هذه الصفات الموجودة عندك في المستند، ترجمتها لك، فالإجابة تختلف من طالب إلى آخر، هو يختار الصفة وبعد ذلك يتحدث عن نفسه. إذن هذا الإجابة قلتنا تختلف الإجابة من طالب إلى طالب آخر تبعا لما يفضله الطالب نفسه. بعد ذلك طبعا من ضمن الصفات الموجودة اللي هو peaceful هادئ، safe آمن، inexpensive رخيص الثمن نوعا ما، unusual غير معتاد، popular شائع أو معروف، exciting thrilling كلها تعني حماسي أو مثير للحماس، adventurous هي محفوف بالمخاطر، luxurious هو إجازة مترفة، quiet هادئ، exotic غريب، noisy مزعج أو مثير للضجيج أو مفعم بالضجيج، relaxing هادئ أو باعث للاسترخاء، باعث للاسترخاء. إذن هذه هي الصفات اللي ممكن يستخدمها الطالب للتحدث عن الرحلات. راح نسمع التسجيل كامل يصف عدد من الرحلات، أوكي، وراح نترجمها مع بعض بإذن الله. قول بسم الله. Global Tours has the vacation for you. We take you anywhere in the world. What are you going to do on your vacation? Are you going to travel around or just relax in one place?
We have the answer for you. Call Global Tours. Visit our website, www.globaltours.net. You're going to have the time of your life. Some vacation favorites: scuba diving in the Red Sea, Saudi Arabia. Dive in the peaceful coral reefs of the Red Sea. You're going to see some of the most awesome and colorful marine life. Come face to face with sea turtles, lionfish, manta rays, and dolphins. Cultural trip to Dubai. You're going to experience the old and the new, traditional markets, modern architecture, and malls. Visit museums, art galleries, and theme parks. Taste Arabian cuisine and ethnic dishes from India, Japan, or Italy. Trekking in Oman. Follow the frankincense trail from Muscat to Salalah and learn the secrets of the ancient perfume. You're going to visit a desert oasis and see spectacular views of mountains, coastal villages, and archaeological sites. Safari in Africa. Have an exciting adventure on Tanzania's Serengeti Plain. See the herds of wildebeest, different kinds of bucks and gazelles, zebra, and other wildlife in their natural habitat in the Ngorongoro Crater. You're going to see them really up close. Desert tour, Jordan. Visit the spectacular ancient city of Petra. You're going to explore this magnificent archaeological site and see the wonderful buildings and tombs carved out in the rock. Ecotourism in the Malaysian rainforest. Hike through the rainforest at Kinabalu Park and learn about one of the world's unique ecosystems. You're going to come into contact with thousands of different species of plants and animals, including an amazing variety of orchids. إذن بدأ هنا عندي Global Tours اللي هي الجولات العالمية أو السفر العالمي has the vacation for you. إذن Global Tours اللي هي الشركة، اسم الشركة اللي هي الرحلات العالمية، لديها إجازة خاصة بك أنت. أوكي، فلو شفنا الكلام هنا We take you anywhere in the world، نحن نأخذك إلى أي مكان في العالم. What are you going to do on your vacation؟ ما الذي سوف تفعل في إجازتك؟ Are you going to travel around؟ هل سوف تسافر حول العالم؟ Or just relax in one place؟ أو أنك ستسترخي في مكان واحد فقط؟ We have the answer for you. لدينا الإجابة لك. Call Global Tours. اتصل بنا. طبعاً visit our website. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني وتم تزويدي بهذا الموقع. We are going to have the time of your life. سوف نوفر لك الوقت الذي سوف يكون أفضل أوقات حياتك كلها. فبمعنى أنك ستكون في قمة الاستمتاع بهذه الرحلة. طيب. Some vacation favorites اللي هي بعض الإجازات المفضلة. على سبيل المثال هنا scuba diving in the Red Sea، الغوص في أعماق البحر الأحمر. Red Sea طبعا في Saudi Arabia في المملكة العربية السعودية. فهنا يقول لك dive in the peaceful coral reefs of the Red Sea، يطلب من هنا أنه يغوص في أعماق الشعب المرجانية في البحر الأحمر. You are going to see some of the most awesome and colorful marine life. سوف تستمتع برؤية الأشكال والألوان المختلفة للشعب المرجانية بشكل رائع جدا. Come face to face with sea turtles. سوف تواجه في أثناء غوصك السلاحف البحرية، lionfish، كذلك أسماك سمكة الأسد، كذلك manta rays. المانتر ريس هو السمك الذي أحياناً يسمى بشيطان البحر، فكذلك سوف تواجهه، and dolphins، وكذلك الدلافين. كل هذا في البحر الأحمر في مدينة جدة. المنطقة الثانية التي يقترح لك زيارتها، هذا طبعاً مثل البروشور يتصفح المسافر أو السائح،
الذي يريد السياحة بالعكس، فهنا عندي cultural trip to Dubai اللي هي رحلة ثقافية لمدينة دبي. You are going to experience the old and the new. سوف تقوم باختبار أو بتجربة الجديد والقديم. Traditional markets، الأسواق القديمة. Modern architecture، والعمران الحديث. And malls، وكذلك المجمعات التجارية المطورة. Visit museums، زيارة المتاحف. Art galleries، كذلك المعارض الفنية. And theme parks، وكذلك سوف تقوم بزيارة الحدائق الإبداعية الكبيرة جدا. Test Arabian casino and cuisine، okay، and ethnic dishes from India. كذلك سوف تقوم بالاستمتاع بالأكل ذو العرق الهندي، جابان، والياباني، or Italy، وكذلك الإيطالي. فكل هذه الأمور سواء من القديم والجديد وكذلك الخبرات ولو التجارب سواء في الأكل أو في الطعام، كل هذا سوف يتم تجربته في مدينة دبي. بعد ذلك قال لنا tracking in عمان. tracking in عمان، ويقصد فيه طبعا الرحلات إلى عمان. follow the frankincense trail from Muscat to Salalah and learn the secrets of the ancient perfume. سوف تقوم بتتبع مثل ما يسمى طبعا هنا فرانكنسس اللي هو يسمى البخور أو اللبان، فكأنك تتبع حينما تبحر بالقوارب العمانية بحثا عن الرائحة الزكية وكذلك عن العطور القديمة. طبعا معروف عمان باشتهارها بالعطور القديمة وكذلك بتواجد أنواع من العطور غير موجودة في العالم كله سوى في عمان. You are going to visit a desert oasis and see spectacular views of mountains, coastal villages, and archaeological sites. كذلك سوف تستمتع بزيارة الصحراء والواحات الموجودة فيها، وكذلك ستستمتع برؤية الجبال ذات المناظر الخلابة وزيارة القرى الساحلية. Coastal معناها ساحلي. So coastal villages، القرى الساحلية. And agriculture sites، كذلك المناطق الأثرية التاريخية. بعد ذلك هنا مكتوب safari in Africa اللي هي رحلة السفاري في أفريقيا، رحلات البرية. Have an exciting adventure on Tanzania's Serengeti plain. فهنا يصف لك المنظر وأنت في الطائرة متجه إلى تنزانيا لتستمتع بالطبيعة الخلابة، كذلك تستمتع برؤية الحيوانات بأشكالها وبأنواعها المختلفة. See the herds of wild beasts. فهنا يطلب منك أن تنظر إلى كل ما على هذه الأرض من ماذا؟ من حيوانات برية كثيرة. Different kinds. فهنا كتب لك اللي هو أنواع مختلفة. Of books and gazelles. كذلك عندنا الزيبرا اللي هي طبعا حمار الوحش. And other wildlife in their natural habitat. فهنا يقول لك بيئتها الطبيعية لن تنتقل منها الحيوانات، بل أنت من ستذهب إليها، وهذا ما يساعد الحيوان أن يكون على طبيعته ويساعدك أن ترى الحيوانات بطريقة لم ترها في أي مكان في العالم. You are going to see them really up close. فيقول لك أنك ستراها بقرب لم تتوقع، ستكون قريب جدا من الحيوانات وتشاهدها على طبيعتها. هنا الرحلة هنا Desert Tour Jordan اللي هي الرحلة البرية في الأردن. Visit the spectacular ancient city of Petra. إذن ستزور مدينة البتراء ذات الماضي العريق جدا. You are going to explore this magnificent archaeological سايت. كذلك ستستمتع بزيارة الأماكن التراثية وذات الآثار التاريخية. And see the wonderful buildings. وسترى المباني الرائعة. And tombs carved out in the rock. وكذلك ستشاهد بعض المقابر التي حفرت ونحتت على الجبال والصخور. بعد ذلك عندي الرحلة الأخيرة اللي هي
ecotourism in the Malaysian rainforest. Okay, فهنا ecotourism هي السياحة البيئية في الغابات الماطرة في ماليزيا. فهنا يتحدث عن ماذا؟ Hike through the rainforest at Kinabalu Park and learn about one of the world's unique ecosystems. إذن هنا ستتعلم عن أحد الأنظمة البيئية الخارقة الجميلة جدا في ماليزيا التي راعت الحفاظ على الحياة الفطرية والحياة الزراعية وعدم تغيير أي تفاصيل فيها، بل يأتي السائح ويستمتع بهذه المناظر الطبيعية الخلابة التي لم يتم صناعة أي تأثير عليها بواسطة البشر، بل هي على طبيعتها تماما. You are going to come into contact with thousands of different species of plants and animals. فستقابل الآلاف من أشكال النباتات المختلفة والحيوانات كذلك المختلفة. Including an amazing variety of orchids اللي هي طبعا بساتين الفاكهة، ستدخل في مساحات خضراء شاسعة تتضمن بساتين فاكهة لن تتخيل وجودها أبدا. فهذه كلها تتكلم الآن عن رحلات سياحية. طبعا كان لدي 6 مواقع سياحية. نشوف بعد كذا الكويك تشيك في الفوكابولري المفردات. List the adjectives used in the brochure. قم بوضع لستة بالصفات الموجودة في هذا البروشور. تم كتابة هذه الصفات هنا وهي peaceful، هادئ، most awesome الأكثر روعة، colorful مشبع بالألوان، marine وعندي cultural وold ونيو وtraditional كلها تتعلق بالقدم أشياء قديمة وتراثية، modern حديث، ethnic عرقي، ancient قديم، spectacular رائع جدا، coastal تعني اللي هو الساحلي، archaeological تراثي أو أثري، exciting رائع، different مختلف. كذلك عندي هنا natural طبيعي، magnificent خيالي ورائع جدا، wonderful كذلك تأتي بمعنى رائع، unique فريد من نوعه، different مختلف، amazing رائع. هذا بالنسبة لهذا السؤال. بعد كذا عندي comprehension اللي هو الفهم والاستيعاب، فكان answer the questions about the brochure، أجب عن الأسئلة فيما يتعلق بالبروشور. What does Global Tours offer؟ ماذا تعرض لنا هذه الشركة أو ما الخدمات التي تقدمها؟ Global Tours offers a vacation anywhere in the world. تعرض لك رحلة سياحية في أي مكان في العالم. It offers a different kinds of vacations. تعرض لك أنواع مختلفة كذلك من الإجازات. You can travel around or relax in one place. تستطيع السفر إلى أماكن مختلفة أو أن ترتاح في مكان واحد. What can you do in the Red Sea? ما الذي تستطيع فعله في البحر الأحمر؟ يقصد بالمملكة العربية السعودية. You can go scuba diving in the peaceful coral reefs and see colorful marine life. كذلك تستطيع أن تذهب إلى الأماكن الجميلة الهادئة والساحلية لتستمتع بالشعب المرجانية وكذلك الحياة البحرية الرائعة. What are visitors going to see in Petra? ما الذي سيراه السائحون أو الزائرون لمدينة البتراء؟ In Petra, visitors are going to see an ancient city. سوف يرون مدينة قديمة جدا. With wonderful buildings, ذات مباني رائعة. And tombs carved in the rock. وكذلك قبور منحوتة في الصخور. What kind of vacations are you going to have in Malaysia? ما هي نوع السياحة التي ستستمتع به لو ذهبت إلى ماليزيا؟ فمثل ما ذكرنا راح يستمتع بالإيكوسيستم، سوف يستمتع بالنظام البيئي الرائع جدا، وكذلك contact with different species of plants and animals، كذلك راح يكون على اتصال ومشاهدة مباشرة على الآلاف من أنواع النباتات المختلفة وكذلك الحيوانات المختلفة. بعد ذلك عندي ask and answer about the place، السؤال والإجابة فيما يتعلق بالمكان، وهذه فيها تمرين. هذا طبعا أول شيء نسمع الصوتيات هنا ونقول بسم الله. A. What's the Serengeti like? It's exciting. You can see wildlife in their natural habitat.
أوكي، بعد سماع المقطع الصوتي لو يلاحظ الطالب عندي في الكتاب هنا، عفوا في الكتاب في هذه الجزئية راح نلاحظ هنا B التمرين B choose one of the vacations، اختر أحد الإجازات. Ask and answer about the trip، يسأل ويجيب عن هذه الرحلة. قمت بالإجابة عن هذا التمرين وحطيت ملاحظة، الإجابات تختلف من طالب إلى آخر، وما كتبته هو نموذج للإجابة. يعني ما أمام الطالب هنا هو عبارة عن نموذج فقط للإجابة، فيستطيع أن يكتب ما يريد. كانت أربعة أسئلة: How long are you going to stay؟ كم ستمكث؟ Who are you going with؟ مع من ستذهب؟ How are you؟ How are you going to؟ كيف ستذهب هناك؟ طبعا كان السؤال الأول: Where are you going to go on your vacation؟ ما هو المكان الذي ستذهب له في إجازتك؟ فهذه الأسئلة الأربعة وهذه الإجابات عليها. طبعا أرجع أقول هي نموذج، يستطيع الطالب أن يكتب نموذج آخر تماما يناسبه. بعد ذلك ننتقل إلى الجزئية التي نستمتع بها دائما بإذن الله، ألا وهي جزئية القاعدة. ماذا عن جزئية القاعدة؟ جزئية القاعدة هنا قسمت لي إلى ثلاثة أقسام هامة، قسمت لي إلى ثلاثة أقسام هامة. القسم الأول كان future with be going to، وأتمنى أن يقوم الطالب بتقسيمها مثل ما أنطقها أنا. future with اللي هو المستقبل، معه be القسم الأول، going القسم الثاني، to القسم الثالث. والحين بإذن الله في المستند اللي راح أشرح عليه راح يعرف الطالب أنا إيش قصدي بالتقسيم الثلاثي هذا. فيهمني هنا أن نشوف هنا use the going to، be going to for the future to talk about plans، إذا تتحدث عن خطط. ماذا أعني بالخطط ولماذا كتب لك ذلك؟ لأن إحنا نعرف أن نتكلم عن المستقبل بطريقتين، إما نستخدم be going to أو راح نقول well سوف. كلاها going to well لو ترجمناها باللغة العربية تعني سوف، إذا أنا أتكلم عن المستقبل. ولكن ال will اللي هي النوع الأول لا يوجد هناك أي تخطيط، بل أنا أتحدث عن احتمالية أني راح أسوي هذا الشيء. ولكن be going to تتضمن التخطيط المسبق لأن أفعل هذا الشيء، وغالبا أتكلم فيه عن أمور هامة جدا، ومن ضمن الأمور الهامة كذلك هنا لدي الإجازات، فلا أستطيع فرضا بني لن يتوضحها أو في نفس الساعة أن يقرر أن أقضي إجازة في مكان ما. لكن الإجازات تتطلب تخطيط مسبق، تتطلب حجوزات، تتطلب أمور كثيرة. فنحن نتكلم عن المستقبل المخطط له باستخدام be going to. لو نشوف مع بعض المستند، وراح أحاول أفتح المستند بواسطة اللي هي ال PDF، فنشوف the future with going to. راح ألاحظ نستخدم هذه العبارة be going to للحديث عن المستقبل الذي تم التخطيط له، وتلاحظون أني حاطتها باللون الأحمر، مهم جدا أني أعرف أني أتكلم عن مستقبل مخطط له. ومن المهم كذلك أن نعرف أين يقع وكيف يتم تركيب الجملة. طيب هذا عندي الخط الزمني، وين يقع be going to أو ما أتحدث عنه في المستقبل؟ يبدأ الزمن المضارع، إذا يبدأ في الزمن المضارع وقد يسبقه التخطيط في الماضي، يمكنني من سنة أنا مخطط لهذا الشيء، ويستمر للمستقبل إلى أمد غير معلوم. أوكي، إذا بدأ عندي في المضارع ويحتمل أنه بدأ قبله، لكن هنا بدايته لما أتكلم عنه وسيستمر معي في المستقبل، إذا هو يقع هنا، إذا be going to يقع في هذا المكان. بعد ذلك ننتقل الآن للتركيب، والآن أتمنى التركيز معي لما أجي أركب الجملة اللي فيها be going to، راح توضح طبعا معي في الأمثلة، ولكن نشوف التركيب أساسه هو فعل كينون بي، والذي هو في الأصل آم وأزوار. يجب أن نجد في الجملة يا آم يا أز يا آر، وأنا الآن أتكلم عن الجمل التي تحتوي على going to. going to، فلو شفنا التركيب نبدأ أول شيء باسم أو subject to pronouns، يا noun أو subject to pronoun. بعد ذلك عندي فعل الكينونة اللي هو am أو is أو are. طيب إيش يقصد بالsubject pronoun؟ you, they, we, she, he, it، إذن ما ينوب عن الاسم. تمام؟ بعد ذلك وطبعا الفاعل. بعد ذلك عندي هنا فعل الكينونة am و is و are. بعد كذا going، ولاحظوا أني هذا التقسيم اللي أقصده، إذن be بعدين going to، راح أضيفها للفعل. لماذا في الأخير أضيفها للفعل؟ لأن to ما يأتي بعدها فعل سليم
وهو في أصله الأساسي والطبيعي، إذن فعل المضارع. إذا الزمن المضارع هو أصل الفعل، ونسميه هنا مصدر، بمعنى إذا جاء لي فعل وكان سليما وسبقه تو نسميه مصدر. فإذا فعل كينونة ثم going ثم المصدر. كيف قلت أنا مصدر؟ لأن التو إذا أضيف لفعل سليم من الإضافات يصبح لدي مصدر. طبعا هذا أنا أتكلم الآن عن التكوين الذي يتحدث عنه معلمو اللغة الإنجليزية، النيتيف سبيكرز المتحدثون الأصليون يقولون بي لوحدها، going لوحدها، وتو يجب أن يأتي معها فعل سليم. راح أشوف توضيح كلامي هذا كله في الأمثلة. خلونا ننتقد الأمثلة. طبعا أنا لونتها لكم، الأزرق هو الاسم أو الضمير الذي ينوب عن الفاعل، يعني بما معناها الفاعل، يا اسم يا فاعل، أوكي؟ بعدين فعل كينونة، أوكي؟ فعل الكينونة am أو is أو are. بعد كذا going، أوكي؟ to go، to go. ألاحظ أني أنا حطيتها في الأحمر لأن أغلب الطلاب أن يجمع going to مع بعض، لكن لاحظ معي الverb، لاحظوا معي الverb. الverb جانا هنا باللون المختلف تماما. ليه؟ لأنه جاء في صيغته الأساسية، صيغته الأساسية ما مضاف للا id ولا ing ولا s ولا أي شيء. وش يقصد بالاس؟ احنا قلنا سابقا أن بعض الأفعال لما يكون يسبقها شيء هي it نحط لها s، فهنا نفس الشيء، ما في أي إضافة على الفعل، الفعل يجيني سليم تماما، الفعل يجيني سليم تماما من كل الإضافات. فنشوف هنا I am going to go to the cinema tonight. أنا طبعاً حطيت لأني ممكن أستغني عنها، سوف أذهب للسينما الليلة. زي ما قلت لكم going معناها سوف، إذن سوف أذهب للسينما الليلة، أو أنا سوف أذهب للسينما الليلة، كلها لها نفس المعنى. He is، لاحظ فعل كينونة، الشرط الثاني going to buy a Porsche. Okay. هو ممكن أقول بدون هو سوف يشتري سيارة بورش، أوكي، أو بورشة، أوكي. فأرجع أقول إذا الأساس اسم أو فاعل، بعدين فعل كينونة، أوكي، بعدين going، بعدين to، وأضيف لها فعل سليم من الإضافات. طيب لو جينا للنفي، النوت وين راح تكون عندي؟ إحنا قلنا راح ناخذ الجمل مثبتة ورح ناخذ الجمل المنفية، وهذه هي الحالة الثانية. فالنت يأتي بعد فعل الكينونة. إذا أنا نسخت لكم هذا اللي فوق نفسه ولصقته هنا وأضفت له فقط النت اللي هو مكانه وين؟ بين فعل الكينونة وبين going go to. تمام؟ فنشوف المثال هنا. He is not going to take the exam. We are not going to paint our bedroom tomorrow. إذن سوف لن يجري الامتحان، سوف لن نصبغ غرفة نومنا في الغد. إذن التركيب هذا لو مش عليه الطالب بحول الله وقوته راح يتمكن من هذه القاعدة. أهم شيء يعرف الطالب أن بعد التو، وشوفوا لي جمعتها لكم بين قوسين مستقلين، بعد التو يجب أن يأتيني فعلا سليما من الإضافات، يجب أن يأتي فعل سليم من الإضافات. طيب هنا تكلمنا عن حالة الجملة المثبتة، تكلمنا عن حالة الجملة المنفية، الآن نتكلم عن السؤال. في حال السؤال الذي إجابته بنعم أو لا نستخدم قاعدة الإكس في السؤال، تمام؟ ومن ثم في الإجابة. ليش قلت أنا في السؤال ومن ثم في الإجابة؟ لأني أنا جبت لكم من جملة أساسية، هي ماذا؟ She is going to study in France. سوف تذهب للدراسة في فرنسا، سوف تذهب للدراسة في فرنسا. كيف أستطيع أن أصيغ من هذه الجملة سؤال تقتضي إجابة نعم أو لا؟ راح نطبق قاعدة الإكس. She is going. Is she going؟ إذا طبقتنا قاعدة الإكس. ولكن كمل معي السؤال. Is she going to study in Germany؟ هل ستدرس في ألمانيا؟ بالتأكيد أن إجابتي خاطئة، راح أقول No, she is not. إذا لو شفنا أساس الجملة She is والإجابة She is، ما الذي اختلف عندي؟ السؤال is she، لأني عكست عشان أقدر أصيغ سؤال. ولكن في الإجابة yes or no، بعد النو أو بعد اليس أرجع أساس الجملة إلى وضعها الطبيعي اللي هي she is، وأضيف النوت في حال النفي. طيب الجزئية التي تليها في القاعدة وهي information questions.
اللي هي أسئلة المعلومات. ماذا أعني بأسئلة المعلومات؟ خلونا نشوف المستند. هنالك مفردات نستخدمها في الأسئلة ولكل مفردة معناها. ما هي هذه المفردات؟ لو نلاحظ أنا ترجمت لكم المفردات الأولى من الأسئلة اللي عندك في هذا المستند، عفوا في كتابك اللي هو صفحة رقم 28. What, when, which, how, where, who, how long. هذه information words questions، أوكي؟ اللي هي مفردات الأسئلة التي نطلب بها معلومات. فلو قلنا what معناها ماذا؟ أنا أطلب منك معلومة. When متى؟ وأطلب منك وقت. Which أي أطلب منك الاختيار أو أن تخبرني بأمر معين. How كيف؟ أطلب منك طريقة. Where أين؟ أطلب منك أن تحدثني عن المكان. Who من؟ تحدد لي شخص. How long كم؟ وأنا أقصد فيها المدة. Duration of time. Okay. طيب كيف نستخدمها؟ نستخدمها حسب نوع المعلومة. أنا أقصد بالنوع هذه نوع المعلومة التي نحتاج معرفتها. إذا نوعها هي ما بين القوسين عندك هنا. إذا كنت أبغى أسأل عن وقت، نوع المعلومة أبغى وقت، أستخدم وين، وهكذا. مثالها، المثال هنا أنا جبت لكم الأسئلة اللي موجودة في الكتاب صفحة 28، أوكي، وترجمتها لك. الأسئلة بالضبط هي نسخ لصق للأسئلة اللي موجودة عندك في الكتاب. فلو جينا هنا، What are you going to do in your vacation؟ ماذا سوف تفعل في إجازتك؟ بالفعل أنا ترجمتها ماذا، أوكي؟ When is he going to leave؟ متى سوف يغادر؟ Which countries is he going to visit؟ أي الدول سوف يزورها أو تزورها؟ How are you going to go؟ كيف ستذهب؟ Where am I going to stay؟ أين سأقيم؟ Who is going to travel with them؟ من سوف يسافر معهم؟ How long are they going to stay؟ كم سيمكثوا؟ إذا أسأل عن مدة من الزمن. بعد ذلك الجزئية الأخيرة من القاعدة بسيطة جدا جدا جدا، ألا وهي position of adjectives، موقع الصفات. فهنا قالك إيش؟ Antarctica is an exotic place. هنا قالك قبل الاسم جاءت الصفة. قبل الاسم جاءت الصفة. فعندما أقول exotic بمعنى غريب، وهنا Antarctica is exotic فقط، إذا جاءت بعد فعل الكينونة. الكلام هذا كله إيش يعني؟ الكلام هذا كله يقول لك ما يهمنا معرفة في هذا الجزء من القاعدة هو أن موقع الصفة يكون قبل الاسم وبعد فعل الكينونة. نجي ونركز عليها أكثر ونحاول نفهمها أكثر. عندي مثالين. لو جيت وقلت لك رياض is a crowded city. رياض is a crowded city. إذا مدينة الرياض هي مدينة مزدحمة. هي مدينة مزدحمة. إذا عدت أنا قلت لك مدينة أو الرياض تكون مدينة مزدحمة. هنا مدينة جاءت اسم. Crowded جاءت صفة. إذا الصفة هنا سبقت الاسم. هذا الموقع الأول. هذا اللي كان يقول لك إياه في المثال هنا. إذا place جاءت كاسم. Exotic هي الصفة وهي طبعا غريب أو مثير للاهتمام. جاءت قبل الاسم. هذا النقطة الأولى اللي حاب يقول لك إياه. النقطة الثانية. Riyadh is crowded. الرياض تكون مزدحمة. فقال لك هنا نلاحظ شيء مهم جدا، ألا وهو أن الصفة جاءت بعد فعل الكينونة. هذه فعل الكينونة. ولو نلاحظ في المثالين كلهم الصفة جاءت بعد فعل الكينونة في المثالين، ولكن لو ذكر لي اسم فإن الصفة تأتي قبل الاسم. Beautiful building، مبنى جميل، فجاء البيلدينج كاسم وبيوتيفول كصفة. Beautiful building، okay؟ وغيرها من الصفات وتجري عليها هذه القاعدة. فهذه التوضيح بسيط جدا لهذه الجزئية. هذا ما يحتاج الطالب أن يعرفه، أن الصفة تأتي بعد فعل الكينونة وقبل الاسم في حال كان عندي اسم تصف الصفة نفسها. طيب نشوف الآن التمارين. التمرين عندي هنا Add the questions words، أضف مفردات الأسئلة. Match the questions and the answers، إذا شغلتين طالب من الطالب هنا طلبها من الطالب، ألا وهي أولا أن يقوم بكتابة
صيغة السؤال الصحيحة وكذلك أن يصل الإجابة بالسؤال الصحيح. فأعطاني مثال هنا: Which suitcase are you going to take؟ ما هي الحقيبة التي سوف تأخذها؟ كانت الإجابة E. The red one, it's new. الحمراء، إنها جديدة. هنا جاني سؤال، فإجابة هذا السؤال How are you going to travel؟ كيف ستسافر؟ طريقة، كيف ستسافر؟ فكانت الإجابة المثالية على هذا السؤال هي They are going to take a bus. إذن كيف سيسافرون؟ سوف يأخذون أو يستخدمون الباص. هنا السؤال اللي بعده رقم ثلاثة: What is he going to do when he arrives؟ ماذا سوف يفعل عند وصوله؟ ماذا سوف يفعل عند وصوله؟ He is going to rest. سوف يرتاح. سوف يرتاح. اللي بعده نشوف السؤال: Who are they going to write to؟ لمن سوف يكتبون؟ لمن سوف يكتبون؟ فكانت الإجابة to their parents، لوالديهم. okay. اللي بعده رقم خمسة: Where are we going to stay؟ أين سنمكث؟ أين سنمكث؟ فكانت الإجابة هنا in a beautiful hotel، في فندق جميل. السؤال الأخير: When are we going to get there؟ متى سوف نصل هناك؟ You are going to arrive in the morning. سوف تصل في الصباح. إذا هذه هي الإجابات وهذه هي ترجمتها وكذلك الأسئلة وترجمتها. فهذه إجاباتي بإذن الله. بعد ذلك ننتقل للسؤال الذي يلي، وهو: حميد and فادي are going on vacation. حميد وفادي ذهبوا في إجازة. Choose a place. اختار مكان للسياحة. And write 6 sentences. وقم بكتابة 6 جمل about the things they are going to need. عن الأشياء التي سوف يحتاجونها. Use the words in the books for ideas. وقم باستخدام الجمل المفردات هنا لإعطائك فكرة. طبعا ما تم كتابته هنا: حميد and فادي are going to go to Bali. حميد وفادي سوف يذهبون لمدينة بالي. طبعا مدينة بالي موجودة في إندونيسيا. They are going to need cameras. سوف يحتاجون إلى كاميرات. They can take pictures of the sites. ليستطيعوا تصوير المشاهد الرائعة. They are going to need a calculator. يجب كذلك أن يأخذوا طبعا آلة حاسبة. They can find the differences in prices between currencies. ليجدوا اختلاف الأسعار بالنسبة للعملات. They are going to need a credit card. ويحتاجون كذلك إلى بطاقة ائتمانية. They want to buy souvenirs in Bali. كذلك يحتاجون البطاقة الائتمانية وذلك لشرائهم حاجات هامة جدا في بالي. They are going to need، طبعا هي الاحتياجات اليومية وغيرها. They are going to need a passport. كذلك يحتاجون إلى جواز سفر. They need to get into Indonesia. حتى يستطيعوا من خلال الدخول إلى إندونيسيا. They are going to need a map. كما سيحتاجون إلى خارطة. They want to walk around the island. لحاجتهم إلى التنزه حول الجزيرة. They are going to need sneakers. كذلك يحتاجون إلى أحذية رياضية. They need comfortable shoes for walking. يحتاجون إلى أحذية مريحة للمشي. كذلك أقوم بترجمة هذه الكلمات كاملة لكم في هذا المستند. هذه وهذه معانيها. كتبت أنا مقطع قصير جدا، لا يتكون طبعا من 6 جمل، ولكن احتوى على العديد من الأشياء التي قد يحتاجونها، وبإذن الله يكون هذا المقطع مفيد للطالب، لأن كل ما قلت الجمل كل ما استطاع الطالب التمكن سواء من قراءتها أو من حفظها واستذكارها. بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الذي يليه، وهو complete the article. قم بإكمال هذا المقال. Use the adjectives in the box. قم باستخدام الصفات الموجودة لديك في هذا المربع. طبعا الصفات الموجودة: humid اللي هو طبعا رطب، coastal ساحلي، dense اللي هو كثيف، unique نادر، traditional تراثي أو تقليدي، hospitable اللي هو مضياف طبعا يقصد فيه السكان هذه المنطقة، tropical استوائي، local محلي، ancient قديم، fertile خصب أو يعني قابل للزراعة، agriculture زراعي،
interesting مثير للاهتمام. فهنا تتكلم عن مدينة جازان. جازان in southwestern Saudi Arabia، تقع جازان في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. is a، طبعا رقم واحد، a coastal city on the Red Sea، تعتبر مدينة ساحلية على البحر الأحمر. it is the capital city of Jazan province، تعتبر هي عاصمة محافظة جازان. although it is a small province، بالرغم من كونها محافظة صغيرة، it has a dense population of 1.7 million inhabitants، بالرغم من صغر حجمها إلا أن عدد السكان كبير جدا وكثافة سكانية عالية في تلك المنطقة بما يقارب 1,700,000 مواطن. The terrain of region is varied، طبعا تختلف وتتنوع الأشياء التي يتمتع بها أهل جازان. consisting of mountains، consisting of mountains طبعا تتكون من الجبال وغيرها. fertile planets اللي هي طبعا ال plains، عفوا plains اللي هي الأماكن الكبيرة الخصبة والقابلة للزراعة. coasts كذلك المناطق الساحلية، and islands وكذلك بعض الجزر. جازان is famous for its agriculture products، تشتهر جازان بمحاصيلها الزراعية، especially its tropical fruits، وخاصة الشيء الخاص اللي هو الفواكه الاستوائية like mango، مثل المانجا، الفيكس وكذلك البابايا. The climate in the city of Jazan is very hot، الطقس هناك حار جدا، and humid in the summer، وكذلك يتميز بالرطوبة في فصل الصيف، while temperature in the mountains of the northeast are much cooler، في بعض المناطق اللي هي المناطق الشمالية الغربية تتميز بأن الطقس فيها معتدل. جازان is one of the oldest region in the country، تعتبر جازان من أكثر المناطق قدما في المملكة العربية السعودية، dating back some 8,000 years، بما يقارب حوالي 8,000 سنة مضت، and is rich in heritage، كذلك هي ثرية جدا بموروثها، and ancient monuments، مونيمونتس اللي هو طبعا كلها الارث القديم جدا تشتهر به جازان، خصوصا ان نرجع للرقم اللي هو 8,000 سنة منذ ان وجدت منطقة جازان كمحافظة، وهذا امر، او عفوا منطقة سكانية، وهذا امر عظيم جدا بالنسبة لتاريخها وتراثها. There is an interesting mix of architectural styles throughout the region، بالنسبة للعمارة والبنيان وكذلك الشكل الهندسي والتصاميم الهندسية في جازان، نلاحظ هناك اختلاف وكذلك تنوع كبير جدا في الموروث الثقافي فيما يتعلق بالجانب العمراني في منطقة جازان. The buildings are in harmony with their environment and make use of local materials، تجد هنالك تناغم كبير جدا ما بين المباني في جازان وكذلك ما بين البيئة المحيطة بها، وكذلك نرى أن استخدام المنتجات المحلية والمواد المحلية في البنيان كان له أثر كبير على هذا الإبداع، such as stone, mud, bricks, wood and plants، فمن ضمن الأشياء التي استطاعت جازان كمدينة أن تحتفظ به لبناء عمرانها وازدهاره كان كل شيء محلي مثل الصخور، الطين، كذلك الطوب، الخشب وبعض أنواع النباتات المختلفة. One style that is unique to the Tehama Coast is the Jazan Hut. من أشهر المظاهر كانت عبارة عن ما تسمى بالخيام أو الغرف في جازان، وخصوصا سكان تهامة وهي منطقة ساحلية، فكانت توجد لهم أكواخ غريبة جدا، كانت فريدة من نوعها وكان تصميمها رائع جدا. The region is also known for its traditional handicrafts، كذلك عرفت هذه المنطقة بالصناعات اليدوية التراثية القديمة، and its generous and hospitable people، كذلك عرفت بسكانها ذوي الكرم
والجود الموروث والمتوارث منذ القدم طبعا في منطقة جازا. هذه هي ترجمة هذه القطعة، إن شاء الله بإذن الله تكون واضحة للطلاب. بعد كذا عندي جزئية listening والاستماع، listen to three people talking about their vacation plans. إذن عندي ثلاثة أشخاص يتحدثون عن رحلتهم وإجازتهم بالأصح. mark the boxes، إذن تضع صح على البوكس الذي سوف تشمل هذه الجملة. عندي أندي، راد وسام، ما هذه الجمل أو منهم سوف تشمل هذه الجملة؟ نشوف رقم واحد، who is going to travel to another country، من منهم سوف يسافر إلى بلد آخر. who is going to climb a mountain، من منهم سوف يصعد الجبال. who is going to fish، من منهم سوف يصطاد السمك. who is going to help on a farm، من منهم سوف يساعد في الزراعة أو جني المحاصيل. who is going to ski، من منهم سوف يتزلج. who is going to see wild animals، من منهم سوف يشاهد الحيوانات المتوحشة أو المفترسة. نشوف مع بعض النص ونسمعه وراح نجاوب بإذن الله. Andy، I'm going to do something really different this year for vacation. I'm going to fly to Santiago, Chile. Then I'm going to take a boat all the way down to Patagonia. That's at the bottom of South America. There, I'm going to see the glaciers. These large areas of ice are going to be magnificent to see. Then I'm going to stay in a hotel in a nature preserve called Torres del Paine. I'm going to see animals in their natural environment. For example, there are many guanacos in this area. These animals look a little like camels, and they're in the same family as the llama, but they're smaller. It's going to be a thrilling experience. I can't wait. Switzerland. I'm going to visit my friends in Switzerland. They live in a small town in the Alps. The town is a ski resort, and it's usually crowded. We're going to go mountain climbing and skiing. I think it's going to be really exciting. I'm looking forward to this vacation and going to another country. Sam. Well, I'm not going to travel. I'm going to spend my vacation right here. My uncle has a small farm in the country near a beautiful river. It's really peaceful and quiet there. I'm going to fish, help with farm chores, pick vegetables, and just relax. طيب بعد ما سمعنا النص الآن الإجابات واضحة، وهي طبعا اللي راح يسافر خارج الدولة هو أندي وراد، ما سيقوم بتسلق الجبال هو راد، ما سيصطاد السمك هو سام، من سيساعد في جني المحاصيل الزراعية والفلاحة اللي هو سام، كذلك من سيتزلج هو راد، أما من سوف يشاهد الحيوانات المفترسة والبرية هو أندي. بعد ذلك ننتقل إلى البرونسيشن ونلاحظ مع بعض نطق الأصوات التالية. نقول بسم الله. آه. Travel. Glasses. Jacket. Ah. Exotic. Popular. Modern. بعد الانتهاء من هذه الجزئية ننتقل الآن إلى الجزئية التي تليها وهي جزئية الكونفرزيشن. نسمعها مع بعض وراح نترجمها بإذن الله ونقول بسم الله. What kind of vacation are you looking for? I'm looking for a vacation in an exotic and exciting place. I love to meet people and learn about new cultures. How about India? It's a bit too crowded, and I don't like Indian food. Do you like nature? We have ecological tours in the Costa Rican rainforest. You can stay in a treetop resort. It's a unique jungle experience. You're going to love it.
I'm allergic to mosquitoes. Why don't you go to the Alps? You will experience French, Swiss, Italian, and German cultures. Actually, I want a place that isn't full of tourists. Somewhere off the beaten track. Your ending. What does the travel agent say in response to Omar's last statement? 1. Why don't you go to New Zealand? 2. How about Antarctica? There are no mosquitoes there. 3. Why don't you go to the Arabian Desert? اوكي، بعد الانتهاء من هذه الجزئيه راح نشوف الايجنت اللي هو طبعا ايجنت ترافل، عفوا ترافل ايجنت اللي هو وكيل السفريات او موظف في مكتب سفريات، وعندي كذلك عمر. فالايجنت يقول what kind of vacation are you looking for، ما هي نوع الرحله التي تتطلع لها؟ فرد عمر I am looking for a vacation in an exotic and exciting place. أريد أو أتطلع إلى رحلة تكون في مكان غريب جدا ومكان رائع وشيق. I love to meet people and learn about new cultures. أحب أن ألتقي بأشخاص جدد وكذلك أتعلم عن الثقافات المختلفة. فقال له الأيجنت أو وكيل السفريات How about India؟ ماذا عن الهند؟ إذن هو أعطى اقتراح وقال له ماذا عن الهند؟ فقال عمر It's a bit too crowded. هي نوعا ما مزدحمة جدا. And I don't like Indian food. وأنا لا أحب الطعام الهندي. فقال له وكيل السفريات Do you like nature? هل تحب الطبيعة? We have ecological tours in the Costa Rican rainforests. إذا كنت تحب الطبيعة فلدينا رحلة للبراري في الغابات الماطرة في كوستا ريكا. You can stay in a treetop resort. فمن الممكن أن تسكن في إحدى الأكواخ التي على الشجر. It's a unique jungle experience. وستكون رحلة في الغابات جدا من نوعها، بمعنى أنك لن ترى مثل هذه المغامرة في حياتك. You are going to love it. وسوف تحبها كثيرا. فقال له عمر I am allergic to mosquitoes. إذا أنا عندي حساسية من النامس. Agent فقال له موظف السفريات Why don't you go to the Alps؟ لماذا لا تذهب إلى جبال الألب؟ فقال له You will experience French. سوف تستطيع التجربة أو تزيد من خبراتك في فرنسا، سويس اللي هي سويسرا، إيطاليان وكذلك الإيطاليين and German cultures وكذلك الثقافات الألمانية. إذن الثقافات المختلفة، ثقافة ألمانية، إيطالية، سويسرية وكذلك فرنسية. فقال له عمر actually، كلمة actually هنا used to introduce an opposing idea. إذن هنا تم تقديمها للتحدث عن فكرة منافية تماما لما تم طرحه. I want a place that isn't full of tourists. أنا أبحث عن مكان ليس مليء بالسياح أو غير مليء بالسياح. Somewhere مكان ما off the beaten track. Off the beaten track هنا جاءت بمعنى not visited by many tourists. إذن مكان لم يتم زيارته من الكثير من السياح. بالنسبة عندي هنا your ending لما سمعناها what does the travel agent say in response to Omar's last statement. ماذا كان رد وكيل السفريات على جملة عمر الأخيرة؟ Why don't you go to New Zealand؟ لماذا لا تذهب إلى نيوزيلندا؟ How about Antarctica؟ ماذا عن؟ طبعاً يتكلم عن المحيط الأطلسي الأماكن الباردة جداً. There are no mosquitoes there. لا توجد هنالك أي حشرات طبعاً مثل الباعوض. Why don't you go to the Arabian Desert? لماذا لا تذهب إلى الصحراء العربية؟ فهذه الاقتراحات التي وجهها موظف مكتب السفريات. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة المتعلقة بالمحادثة
Why doesn't عمر want to go to India? لماذا لا يريد عمر الذهاب إلى الهند؟ عمر doesn't want to go to India because it is a bit too crowded and he doesn't like the food. مثل ما قلنا المكان مزدحم ولا يحب الطعام الهندي. What's wrong with the Costa Rica? ماذا يعيب كوستاريكا؟ He is allergic to mosquitoes. لديه حساسية من البعوض ولسعة البعوض. What kind of a place is عمر looking for? ما هو المكان الذي يتطلع عمر أن يزوره؟ He is looking for a place that is off the beaten track. يتطلع إلى مكان لم يزره العديد من السياح. وكالعادة في هذه الصفحة يوجد لدينا العديد من التمارين. فهذه عندي كتاب الطالب. هنا في هذه الجزئية لجزئية المحادثة عندي your turn. دورك أنت. ف your partner tells you what she likes to do on a vacation. You make suggestions for where she or he طبعا can go. Your partner agrees or disagrees with your suggestions and says why. إذن هنا يبغى على نفس النسق حوار أو محادثة بينك وبين زميلك. أوكي؟ فقم بحل هذا التمرين لك. يقول وضح فيه، أعطى بعض الاقتراحات وشوف رده ولماذا لم يقبل هذا الاقتراح، وإذا قبله خلي كل رد. فكانت عندنا هذه المحادثة. ممكن يغير الطالب الوجهة وراح تكون بإذن الله إجابته نموذجية بإذن الله. كذلك عندي هنا about you عنك أنت. فجاتني الأسئلة هذه. What's your favorite kind of vacation؟ ما هي نوع الإجازة المفضلة لديك؟ What do you like to do on your vacation؟ ماذا تحب أن تفعل في إجازتك؟ How often do you take vacations؟ كم مرة تأخذ الإجازة؟ What are you going to do on your next vacation؟ ما الذي ستفعل في إجازتك القادمة؟ كل هذه الأسئلة تمت الإجابة عنها. وأرجع وأقول الإجابات هنا تختلف من طالب إلى آخر، وما تم حله هو نموذج للحل فقط. إذا يستطيع الطالب أن يغير إجابته كيفما يشاء، يغير المدينة، يغير الأسماء، يغير ما يريد. إذا نرجع بعد ذلك هذه الأسئلة. طبعا عندنا الحين جزئية الريدينج، جزئية الريدينج أو القراءة. With a partner مع زميلك write down what you know about طبعا هنا الحجر. أوكي الحجر، ماذا تعرف عن الحجر؟ هنا هذا السؤال تمت الإجابة عن بمعلومات بسيطة جدا. لا يكثر الطالب المعلومات عشان ما تضيع منه، وكذلك المفردات يجب أن تكون بسيطة. لا يفضل أن يستخدم الطالب مفردات صعبة جدا في الإجابة حتى يستطيع حفظها، ترديدها أو قراءتها حتى على المعلم. فهنا جبت لكم مفردات بسيطة جدا إن شاء الله تكون مفيدة للطالب. بعد ذلك راح نسمع الآن النص القرائي وراح نترجمه مع بعض. بسم الله. The Stones of Al Ula. 2. Kasim_n@space.net. Subject: School trip to Al Ula. Hi Kasim. I'm writing this email from our hotel in Al Ula. We arrived this evening after a long bus journey from Medina. It's really too bad you couldn't join us on our school trip. We're going to learn so much about the historical sites that we can't learn in books. It's quite busy here in town, with tourists from all over the world who have come to visit Madain Saleh. Tomorrow, a guide is going to show us around the site. We're also going to visit the museum, Al Ula Oasis, and the old abandoned city. The archaeological site lies about 20 kilometers north of the town. It's also known as Al-Hijr because of the spectacular rock formations in the area. As you know, the site was settled by the Nabataeans in the first century. There are over 100 rock-carved monuments that are spread over an area of 13.4 kilometers, and due to the dry climate, they are in an excellent state of preservation. The site was included in UNESCO's World Heritage List in 2008 because of its cultural and architectural importance. The desert around the oasis is covered by natural rock formations. Hundreds of curious shapes were carved by the wind into the soft sandstone, one of which resembles a giant elephant. The old city of Al-Dira is going to be very interesting. It has over 500 houses from the 13th century, with stone foundations and mud brick walls.
Some of the stones were taken from the ruins of a Leonite settlement and still carry the ancient inscriptions. There is also a unique sundial that the inhabitants use to determine the start of Ramadan. Don't worry, I'll take lots of amazing pictures to show you. Adele. طيب. The stones of العلا. أحجار العلا أو حجار العلا. Okay. قاسم. وهنا الإيميل school trip to العلا. إذن هي رحلة مدرسية إلى العلا. هاي قاسم. مرحبا بك قاسم. I am writing this email from our hotel in العلا. أكتب لك هذا الإيميل وأنا مقيم في الفندق في العلا. We arrived this evening after a long busy journey from مدينة. أكتب لك بعد رحلة طويلة جدا من المدينة. It's really too bad you couldn't join us on our school trip. من السيء جدا أنك لم تستطع الانضمام معنا في هذه الرحلة. We are going to learn so much about the historical sites that we cannot learn in books. راح نعرف عن الأماكن التراثية القديمة التي لم نستطع تحصيل المعلومات عنها في الكتب. بعد ذلك قال It's quite busy here in town. هو الجو هنا نوعا ما ازدحام، قليل الازدحام. With tourists from all over the world who have come to visit مدائن صالح. طبعا كل هذا الازدحام كان بسبب السياح القادمين لزيارة مدائن صالح. فالحجر هو المسمى القديم لمدائن صالح. Okay. فtomorrow a guide is going to show us around the site. في الغد سوف يكون عندنا مرشد سياحي يرينا المكان حولنا. We are also going to visit the museum. سوف نقوم بزيارة كذلك المتحف العلا أوسس كذلك واحة العلا and the old abandoned city وكذلك المدينة الكبيرة المهجورة. The archaeological site lays about 20 km north of the town. تقع طبعا المناطق التاريخية والتراثية حوالي 20 كيلومتر في شمال المدينة. It's also known as Al-Hijr because of the spectacular rock formation in the area. سميت بالحجر وذلك للمباني الصخرية الرائعة جدا التي توجد في هذه المنطقة. As you know, the site was settled in the Nabatean in the first century. إذا نبطيا الأنباط هم من أوجدوا هذا المكان وقاموا بإنشائه ونحت الصخور وبناء القصور فيه وكذلك حتى القبور. There are over 100 tuck curved mountains monuments that are spread over an area of 13.4 kilometers. كل هذه المباني تمتد على مساحة تقدر ب 13.4 كيلومتر في إجمالي مساحتها. طبعا هذه المنحوتات تتضمن القصور، تتضمن البيوت، تتضمن كذلك المقابر. طبعا هذه فقط المنحوتات غير المناطق السياحية الأخرى. And due to the dry climate وبسبب الجو الجاف they are in an excellent state of preservation. طبعا بسبب الجو الجاف مثل ما ذكرت قبل قليل استطاعت أن تحافظ هذه المدينة على تراثها وبنائها بدون أن يتأثر. احنا نعرف تأثير الرطوبة، تأثير الأمطار وغيرها، ولكن الجو هنا جاف جدا. The site was included in UNESCO's World Heritage List in 2008. إذن تم وضعها في قائمة المناطق التراثية والسياحية في عام 2008 من اليونسكو because of its cultural and architectural importance وكذلك الأهمية الثقافية والعمرانية لهذه المدينة. هنا يقول the desert around the oasis is covered by natural rock formation. الواحة محاطة بتشكيلات جميلة جدا من الصخور طبعا في كل مكان. Hundreds of cruisers shapes were carved by the wind into the soft sandstone, one of which resembles a giant elephant. طبعا هناك أشكال كبيرة جدا من الصخور وكذلك المنحوتات التي تم تشكيلها بطريقة غريبة جدا ورائعة عن طريق الرياح. فالرياح نحتت هذه الصخور وشكلت لنا أشكال لا يستطيع الإنسان تخيلها، من ضمنها شكل الفيل المذكور في هذه الصخور.
ومن ثم ذكر له مكان يحتوي 5000 منزل. هنا نرى Don't worry, لا تقلق, I will take lots of amazing pictures to show you. سوف ألتقط العديد من الصور الرائعة حتى أريك إياها صديقك عادل. إذن هذه الرسالة وجهت من عادل إلى صديقه قاسم. بعد ذلك نشاهد هنا لدينا mark the things that عادل is going to do in العلا. قم بوضع علامة صح أمام الأشياء التي سيقوم بها عادل في مدينة العلا. Ride an elephant, سوف يصعد على ظهر الفيل, طبعا لا. Go rock climbing, سوف يقوم بتسلق الصخور, بالتأكيد لا. See amazing scenery, رؤية الأماكن الرائعة جدا, طبعا راح تكون الإجابة نعم. Visit tombs, لزيارة القبور أو الأضرحة, نعم. Go to the museum, الذهاب للمتاحف, نعم. Car sandstone, هذا طبعا الإجابة لا, فتكون الإجابات 3 و4 و5 هي الإجابات الصحيحة. بعد ذلك ننتقل إلى جزئية الرايتنج والفور مينينج أند فانكشن ونشوفها مع بعض. هذه هي الجزئية أمامي. فبالنسبة لجزئية الرايتنج عندي هنا إيميل. Read the email, circle the adjectives, underline the adverbs. قم بقراءة الإيميل, ضع دائرة على الصفات وكذلك ضع خط تحت ماذا؟ تحت الأحوال. فبالنسبة لي وضع دائرة حول الصفات وخط تحت الأحوال, راح نشوف بإذن الله الحل موجود طبعا في الموقع كتبي, الله يعني يجزاهم عنا كل خير يا رب في الدنيا والآخرة. هذه هي الأدجكتيفز, أتمنى تصوير الشاشة. تحديد الأدجكتيفز كذلك الأدفيربس الأحوال يقوم الطالب بتحديدها, وهي very, so, absolutely, really, كلها موجودة طبعا في القطعة هنا, موجودة هنا. طيب يقوم الطالب بتحديدها, وهذه هي الصفات الأدجكتيفز مثل wonderful, amazing, high speed, وكلها بإذن الله واضحة للطالب. بعد ذلك عندي هنا النص ألصقته لكم هنا, الآن راح نسمعه عن طريق قراءة جوجل, وبعد ما نسمع بإذن الله هذه ترجمته بتشوفونها قدامكم, راح نمشي بإذن الله, راح طبعا يتابعها الطالب, راح نسمع النص عن طريق قراءة جوجل ونقول بسم الله. Subject: Greek island. Hi Saeed, I hope you're well. I'm writing from the Greek island of Paros. You know how I always wanted to visit Greece. Well, I'm finally here. It's a dream come true. First, we flew to Athens. We spent a wonderful day there visiting the Parthenon and the Acropolis Museum. Amazing. The next day, we went to the port of Piraeus and caught a high-speed ferry to the island. The voyage took less than 3 hours. We're staying in a comfortable hotel in the capital, Parikia. It's a very picturesque town, with its narrow streets and traditional white houses that have blue doors and windows. In the evening, the stores, cafes, and restaurants are crowded with tourists. It's so lively. And I have to say Greek food is absolutely delicious. Of course, the island has many scenic beaches with crystal clear waters and soft sand. Tomorrow, we're going to spend the day at Golden Beach. I'm really excited because I'm going to try windsurfing. Apart from the spectacular beaches, we plan to explore the unique sites of the island. We're going to visit the archaeological museum and the Valley of Butterflies. I'll tell you more about my adventures in Paros soon. Write me back with your news. Best wishes, Khalid. Okay, بعد ما سمعنا النص وانتهينا منه, الآن راح ننتقل مع بعض إلى المستند البي دي اف. في عندي هنا جزئية تقول ماذا؟ طبعا الاي اللي هو عن طريق الخط تحت الصفة وتحت الحال. البي read the writing task in C, قم بقراءة المهمة الكتابية في C. Before you write, وقبل أن تكتب, complete the chart with notes for each paragraph, قم بوضع نوت ملاحظات عن كل مقطع راح تكتب عنه. الجريتنج اللي هي التحية, وطبعا كلها محلولة لكم هنا. التحية, describe the journey, وصف الرحلة, وصف المكان,
خطط قمت بعملها في رحلتك وكلوزنج الخاتمة. ترجمتها لكم كاملة. طبعاً هو يطلب منك الآن قبل ما تحل التمرين C اللي هو هذا التمرين، قبل ما يحل الطالب لازم يحل B، لازم يحل B عن طريق نوت، وعلى أساس النوت يكتب القطعة الخاصة هنا، والقطعة المطلوبة هنا هي إيميل مرسل إلى صديق. ما هو هذا الإيميل؟ write an email to a friend، ترسل لصديقك from a place that you know، مكان تعرفه، or would you like to visit، أو تود زيارته. Use your notes، إذا تستخدم ما كتبته في التمرين B. And ideas from this unit، وكذلك بعض الأفكار من هذه الوحدة في حال طبعا احتاج الطالب للأفكار. هنا كتبت لكم الإيميل كامل، وهذه ترجمة الإيميل، أخذت الأفكار من هنا ووضعتها لكم في هذا الجدول. كذلك الطالب عنده خيار ثاني، ألا وهو هذا الإيميل، هذه الأفكار، وهذا إيميل كامل يتكلم عن زيارة تايلاند، يتكلم عن زيارة تايلاند. طبعا الإيميل اللي أنا تكلمت فيه تكلمت لكم عن زميلنا عادل، أرسل لأحمد عن زيارته إلى لندن. فكتاب حل في كتبي موجود في تايلاند، وأنا كتبت لكم عن الزيارة إلى لندن، في اختار الطالب الأنسب له، وبإذن الله كله إن شاء الله بإذن الله يوجد فيها الفائدة. بعد ذلك كان عندي هنا مثل ما قلت the project in a group plan a vacation، قم بتخطيط الإجازة، present your vacation plan to the class، يقوم بتقديم خطته، use pictures and brochures، يستخدم الصور وكذلك البروشور، مثل البروشور المعروض طبعا موجود عندكم في المستند، ما يحتاج عشان الوقت. على طول ننتقل إلى التمرين هنا. طيب for meaning and function يعتبر سهل جدا، لأن في for meaning and function عطاك ماذا؟ adverbs of manner اللي هي الأحوال، الأحوال أوكي. فالأحوال هنا قال لك أنك تستطيع تشكيلها من خلال الصفات نفسها. كيف يكون ذلك؟ بثلاث حالات. هنا كتبت لكم قد يتم صياغة الحال من الصفة، وله ثلاث حالات. أتمنى يصور الطالب هذا الشيء. أول شيء الحالة الأولى أن نضيف ly فتصبح حال. هنا يكتب لك adverbs of manner are formed by adding ly to the adjectives، إذن إضافة ly للصفة. Then express how something is done. Okay. فهنا على سبيل المثال careful صفة، carefully إذن careful. هنا careful اهتمام أو عناية، carefully باهتمام أو عناية. easy سهل، easily بسهولة. فهنا نستطيع أن نغيرها من صفة إلى حال عن طريق الـ ly، والأمثلة طبعا راح تكون محلولة هنا. الطريقة الثانية صفة لا تتغير لو استخدمناها كحال. ماذا يقصد بذلك؟ عندي صفتين، عندي الفاست وعندي الهارد. كذلك هنا كاتب لك الليت، كاتب لك الهاي. تستخدم كصفة، تستخدم كحال ولا تتغير. على سبيل المثال he is a fast driver، هو سائق سريع. he drives fast، هو يقود أو يسوق بسرعة. إذا سريع صفة، بسرعة حال، هذا أحد الأمثلة. هنا الصفة لا، صفة تتغير كليا، إذا شكلها يتغير تماما. أعطاك مثال عليها الصفة good، good راح تصبح well. أوكي. He is a good player، هو لاعب جيد. He plays well، هو يلعب بشكل جيد. إذا شكل لعبه جيد وهو لاعب جيد، صفته أنه لاعب جيد. أوكي. طبعا ممكن تكون better عندي في الحالة الثانية، ولكن هذا هو الأساس. إذا هذا هو تلخيص للقاعدة بشكل بسيط جدا اللي تحويل الصفة إلى حال بالطرق الثلاثة اللي ذكرناها. أعطاني أمثلة هنا وقال لك على سبيل المثال حميد has a loud laugh، حميد لديه ضحكة مرتفعة الصوت. حميد laugh loudly، حميد يضحك بصوت عالي. We always eat an early dinner، نحن نتناول دائما عشاء مبكر. We always eat dinner early، نحن دائما نتناول عشاءنا مبكرا. Okay. فدوى and أمل are slow readers، فدوى وأمل قارئتين بطيئتين. فدوى and أمل read slowly، فدوى وأمل يقرآن ببطء. إذن قارئتين بطيئتين يقرآن ببطء. Okay. سعيد is a good tennis player، سعيد لاعب تنس جيد.
سعيد plays tennis well. سعيد يلعب التنس بشكل جيد. ويمشي المثال على هذه كلها الأمثلة اللي هنا. كذلك عندي الطريقة الثانية من الأسئلة: complete the conversation، أكمل المحادثة. Use adverb forms of the adjectives in parentheses. قم بي استخدام الحال من الصفات الموجودة ما بين القوسين. Then practice the conversation with a partner. وقم بالتدرب على هذه المحادثة مع صديقك. How was your vacation in Norway؟ كيف كانت إجازتك في النرويج؟ It didn't start well. لم تبدأ بشكل جيد. Because my flight left late. لأن طائرتي غادرت متأخرة. The plane shook wildly. وكانت تهتز بقوة. So I was happy when it landed safely. لذا كنت سعيدا حينما هبطت بسلام at the airport في المطار. Wasn't it cold there? هل ألم يكن الجو باردا هناك؟ Yes, but I dressed warmly. نعم، ولكنني ارتديت ملابس دافئة. So, did you go skiing? هل ذهبت إلى التزلج؟ Of course, بالتأكيد. I took lessons on the first day. أخذت دروس في اليوم الأول. I learned quickly. لقد تعلمت بسرعة. And easily. وبسهولة. Then I spent the week skiing fast down the hills. وقد قضيت الأسبوع بالتزلج بشكل سريع جدا في المنحدرات. What did you do in the evenings? ماذا كنت تفعل في كل مساء؟ I sat comfortably. لقد كنت أجلس بارتياح by the fire and watch the snow. كنت أجلس بارتياح بجانب الموقد وكنت أنظر إلى الثلج fall peacefully outside والذي كان ينزل بشكل رائع جدا وهادئ في الخارج. إذن هذا هو ترجمة هذه القطعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. تجدون في رابط شرح هذا الفيديو بإذن الله مفردات الوحدة، شرح القاعدة، حل تمارين هذه الوحدة بإذن الله، كذلك رابط كتبي الموقع الذي بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نجد فيه العون الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل من أنجزوا هذا الملف جزاهم الله عنا خير الجزاء. لذا استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.